القمر خطار، مرايا يسأل صباحك يا عراق، محطات تلفزيونية مهمة في حياة الإعلامية والفنانة هبة نبيل. أهلا وسهلا ست هبة. أهلا وسهلا بيك ست فريال، وأكيد أرحب بكل المستمعين واللي بيشاهدونا الآن. وسعيدة جدا إنه وإلي شرف إنه أستاذة مثل حضرتك يعني في مجال الإعلام والتلفزيون إنه يعني تسوي وياي تجري وياي لقاء. كل سعيدة بيك. أنا جدا طيلة حياتي الإعلامية سواء كان في التلفزيون أو في الإذاعة يعني يهمني الشباب، يعني حتى كنت أقدم برنامج هو يعنى بالفن التشكيلي، ولكن كنت أيضا أركز على الرواد، أركز على يعني جيل الستينات والسبعينات وجيل الشباب بالذات. فأنت أيضا من جيل الشباب الإعلاميين اللي أنا لأول مرة ألتقي بهم. طيب هبة، أنت بداية مسيرتك الإعلامية كانت في العراق، يعني قبل رحلتك الطويلة إلى سوريا ورحلتك الثانية حاليا أنت بالسوريا. فمختصر، أول مرة أنت خريجة إعلام؟ خريجة إعلام جامعة بغداد، إذاعة قسم إذاعة تلفزيون. وبعدين يعني صارت هي صدفة إنه جتني الفرصة حتى أعمل بإذاعة شبكة الإعلام العراقي في بداية تأسيسها، اللي هي الآن 2003 اللي هي الآن إذاعة جمهورية العراق والتلفزيون العراقية الفضائية العراقية. فشاءت الصدفة، هو يعني حسن حظي بصراحة إنه حتى أنا كنت مو بالعراق، يعني تخرجت ورحنا سفرة إلى سوريا. وقبل الأحداث وقبل الحرب الأخيرة اللي صارت رجعنا بأيام، وإذا بالصدفة يعني تصير وإنه أشتغل بالمجال الإعلام، يعني اللي طبعاً يعني كنت أنتظر يوم بيوم اللحظة اللي راح أتخرج وأشتغل بيها. نعم. لأنه يعني ما كنت حاسة إنه راح أشتغل 100%، لكن صارت واشتغلت والحمد لله. نعم. يعني نقدر نعتبر برنامج مرايا أول برامج التلفزيونية اللي عملت بيها؟ لا، هو في البداية كنت أعمل بالإذاعة، وبعدين دخلت التلفزيون اللي هي قناة الشرقية، كنت أقدم برنامج رياضي اسمه ملعب الشرقية، وبرنامج رياضي ونشرة الأخبار الرياضية. ظليت. لماذا هذا الاختيار؟ مو اختياري صراحة، يعني في وقتها صار يعني حكي وياي انه تقدمي رياضه، فاني قلت لهم اني ابدا ما لي اي علاقه بالرياضه ولا حتى اعرف شيء، يعني مو متابعين. فقالوا ما ليش علاقه، انت يجيك الاعداد جاهز بس مجرد قدمي. وفعلا يعني بعدين مثل ما حضرتك تعرفين تصير يعني شويه خبره بسيطه، بديت اعرف يعني بالمجال الرياضي. اشتغلت تقريبا سنه او سنتين، وبعدين انتقلت لل يعني للبرامج الفنيه والثقافيه. يعني مرايا ايضا برامج منوعات ممتازه. مرايا اشتغلت في البغداديه، في قناه البغداديه. طبعا القناه اللي انا اعتبرها القناه الام لي صراحه، لانه اكثر الاعمال اني واحلى الاعمال واحلى فتره يعني بمجال الاعلام انا اشتغلتها في قناه البغداديه. هو يعتبر برنامج ثقافي يركز على المهرجانات اللي كانت تقام في العراق، في سوريا، في الوطن العربي، يعني حتى في الأردن. من ضمنها نشاطات وتغطيات يعني لبعض المهرجانات. بالضبط. وأيضا كنا نحضر معارض تشكيلية لفنانين مختلفين عرب وعراقيين، يعني هو برنامج تقريبا ثقافي عراقي وعربي أيضا. نعم. مو بس عراقي يعني. طيب أنا بالبداية ذكرت التسمية لبرنامج يعني أتوقف عند القمر خطار، يعني التسمية لطيفة وعراقية يعني. بالضبط. يعني هل القمر خطار يعني فقط الفنانات، لأن عادة الفنانة يقول عليها مثلا وطالعة مثل القمر؟ لا، أنا كنت أشقى وياهم ويا الفنانين لما أتصل بهم أقول لهم عندي برنامج اسمه القمر خطار، فيقول من القمر؟ أقول له لا، أنا القمر وأنت الخطار.
من باب المزحه يعني. لا هو مو بس فنانات يعني، فنانات وفنانين. حضرتك تعرفين احنا شويه في العراق نعاني من قله الفنانات العراقيات على صعيد التمثيل وعلى صعيد الغناء ايضا، يعني عندنا قله بالذات الغناء. بالذات الغناء اكثر يعني. أنا حاولت إنه يعني حتى كنت أبحث دائما على فنانات، ويعني كان هذا في سوريا كان هذا أي في سوريا. نعم. لكن تعرفين كان أكثر الفنانين العراقيين متواجدين في سوريا. نعم. وأيضا كنت أعمل لقاءات مع فنانين عرب، أيضا فنانين يعني معروفين في سوريا. نعم. ويعني كان برنامج لطيف بصراحه يعني. ممتع. هو كان عباره عن يوم نقضيه مع فنان يستقبلنا ببيته، يعني مثل ما هسه حاليا احنا استقبلتينا في بيتك ومستمعينا الكرام، يعني خربطنا شويه بالبيت، غيرنا الديكور، نحاول ننسق الالوان يعني، لان ايضا هذا يعني هذا اللقاء ايضا هو مصور ايضا من اجل ان ينزل ويا البرنامج على الويب سايت لإذاعة العراق الحر، برنامج نوافذ مفتوحة. طيب هبة، يعني عندك أيضا كان برنامج لايف يسعد صباحك يا عراق، أعتقد أيضا كان للبغدادية. نعم، هو برنامج صباحي وما زال يعني يقدم لحد الآن في قناة البغدادية. جت فترة قدمناه من سوريا مباشر، طبعا مع فارق التوقيت، يعني مثلا هو لازم يقدم بالثمانية الصبح بتوقيت العراق، بس احنا بسوريا عندنا بالسبعة الصبح، فتخيلي يعني نخلص الصبح احنا نكون ستاند باي، وحتى يعني نتهيأ انه نقدم البرنامج. هو تقريبا اكثر المحطات يعني الفضائية والاذاعات عادة هناك برنامج مماثل يحمل نفس الاسم، وانت ايضا قدمتي للعراقيه برنامج اخر صباح الخير يا عراق. نعم، هي اخر فتره قضيتها بالعراق قبل ما انتقل واجي للسويد تقريبا سنتين، قدمت بها برنامج صباح الخير يا عراق. منو كان من زملائك يقدم معك؟ هو البرنامج بالضبط، هو البرنامج يقدموه مقدمين اثنين او مقدمات اثنين. احنا والله بحقيقه مجموعه كنا، كان اكو مذيع اسمه عماد ويانا، يعني احيانا يطلع انا وياه. من المذيعات ايضا كانت وياي لونا، نقدم تقريبا اكثريه الصباحات كنا انا وياها. لونا هي ايضا مذيعه بقناة العراقيه. زهراء ايضا مذيعه في العراقيه. بصراحه صفاء ايضا هي مذيعه، وايضا طبعاً هي ايضا راح 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 نساهم وراح يزعلون يعذروا ايش ما يخالف الزملاء كانوا بالعمل. يعني خطر الان في بالي سؤال حول معاناه النجم التلفزيوني او الفنان، وخاصة يعني في ظروف يمر بها العراق، يعني هذا ربما فترة هي تفرق عما كنا احنا به بالتلفزيون. ايضا هناك معاناة من الشهرة، يعني او نحاول نتجنب الاختلاط بالناس، نحاول نتجنب ظهور بالشارع. فبالنسبة لك انت اصبحت معروفة من خلال يعني فضائيتين، وخلي نركز على الفضائية العراقية، فما هي يعني المصادفات المؤلمة اللي كنت تمرين بها بسبب تحرش الناس، بسبب مثلا التعامل غير المحترم أو غير هذا؟ هو أول شيء يعني هو معروف أنه في العراق اصلا يعني مهنه الاعلام او حتى يعني مهنه الفنان طبعا اصعب بعد اكثر من حتى الاعلامي، يعني شويه ما يعني يمكن هسه بداوا يتقبلون يعني هاي المهنه، لكن يعني لحد قبل فتره بسيطه شويه هاي المهنه تعتبر صعبه، ويعني عليها هواي محاذير وعلامات استفهام. لما جيت نزلتي الاخيره للعراق، يعني من اشتغلت اخر شيء بالعراقيه، تصدقين يعني طلعاتي محدوده جدا، لان
يعني اكو فد نظره معينه يعني، يعني مثلا ما تقدرين تمشين براحتك، ما تقدرين تدخلين سوق براحتك، ما تقدرين. اما اذا مثلا تسوقين خضره وما خضره فهاي يعني لا، هاي كلش مستحيله يعني. انه فتشي يعني فتشي عجبه يعني، يعني تسمعين احيانا كلمات غير لطيفه يعني. اي للاسف. نعم للاسف. لكن بنفس الوقت هم اكو ناس يعني يبدون اعجابهم ويحاولون يساعدون باي طريقه، يحاولون يعبرون عن مشاعرهم. طيب يعطوك اشياء مجانا يعني ببلاش او زياده؟ والله هو الأكثرية بصراحة كرماء يعني، يحاولون يطون بس يعني لا يعني، يعني حرام، هو هذا باب رزقهم يعني، حالي حال الناس يعني. ما أحاول بس يحاولون يعني إنه يضيفونه مثلا أحيانا. حتى هنا بالسويد مرة نمشي يعني أنا وحسن وواحد، تفضلوا تفضلوا اتغدوا يمنا. فقلت له تعرفه؟ عشان يقول لا ما أعرفه. إنه رأسا السلام عليكم تفضلوا تغدوا يمنا. مطعم يعني، صاحب مطعم. لا لا بيتهم يعني، إيه بالشارع، هيك شاب يعني شفناه صغير. فرأسا الله عليكم تفضلوا تغدوا يمنا يعني. طيب هبة، ننتقل إلى محطة مهمة أيضا حاليا، يعني أنت أيضا اشتغلتي كمذيعة إذاعة في مؤسسة النور طبعا مع زوجك الفنان المبدع الممثل حسن هادي، أيضا قدمتي برامج، ولكن يعني خلينا نقول كلش لفترة قصيرة بس تحولتي إلى المسرح. زين، لماذا هذا التغيير يعني؟ مفاجئ. الرغبة في العمل يعني، هل حبك للمسرح أم للضرورات أحكام؟ لا، هي للضرورات أحكام. أنا متعودة دائما إنه يعني فعالة جدا، نشطة يعني. تعرفين مهنة الإعلام والتصوير يعني، أولا من لما كنت بسوريا يعني كنت أتمنى ساعة أو يوم يكون يعني هيك أقعد عندي بي عطلة. يعني دائما اكو نشاطات، دائما يعني احنا عندنا اكثر من اوردر تصوير باليوم، عندنا اكثر من فعاليه نحضرها يعني، يعني اكو هيك اكتف يعني بالحياه وباليوم. فلما اجيت للسويد وصارت شويه هاي الركود يعني، انه لا تلفزيون. صح اشتغلت اذاعه في مؤسسه النور يعني، ما طولت لكن هي كم شهر يعني. وبعدين يعني صارت ظروف وتركت المؤسسة يعني، تركت العمل فيها. لكن ما متعودة على هالسكون هذا يعني، وماكو يعني مو بنفس مجالي. الفرصة الوحيدة اللي هي مثل ما ذكرتي انه لضرورات احكام انه اعمل في المسرح. انا من زمان عندي رغبة بالتمثيل، جربت مرة مع المخرج والممثل العراقي مهند هادي، انه نزلت وياهم بعمل مسرحي اللي هو كام، اخراج فنان مهند هادي وبطولة حسن هادي ولابو عرب. وجهت تحية طبعا، وجهت تحية لمهند. فشاءت الصدف انه انزل وياهم، لكن لحد قبل كم يوم كنت دا اشوف الفيديو اللي مصورني للعمل مال كام، فقلت له الحسن صدقني انا من اشتغلت ابدا ما كنت فاهم الموضوع، هسه اذا اشتغل راح اشتغله بغير طريقه. فجربت يعني. بعد ان صار عندك ايمان بالتمثيل المسرحي. اي شويه وفهم يعني، فهم هذا العمل على المسرح سبب لك ارباك، لان فرق يعني كبير بينه وبين التلفزيون. فرق كلش كلش كبير ما بينه وما بين التلفزيون يعني، اصلا ماكو وجه مقارنه. المسرح صعب جدا، عميق جدا، يتطلب حاله نفسيه معينه يعني، يشتغل على النفسيه اكثر مما على التفاصيل الخارجيه. صعب جدا، مو خاصه في البدايات يعني. طبعا يعني نقدر نقول الممثله في اول سله يعني، حقيقه هاي. طيب عمليا يعني اشتغلتيهم هنا أنا بالسويد عملين مسرحية، واحد منهم عمل تاريخي والآخر عمل مستوحى من الشعر يعني. خلينا نركز على هذا العمل المستوحى من الشعر، أي شعراء اللي اختاريتوا لهم قصائد؟ طبعا عمل السر هو إعداد فنان حسن هادي، مستوحى من قصائد الشاعر العراقي، وجه له تحية طبعا عدنان الصائغ، والشاعر السويدي الحائز على جائزة نوبل لعام 2011 توماس ترانستومر.
صار دمج ما بين القصائد اللي الشعراء الاثنين. انت بالعربي؟ العمل يقدم بثلاث لغات، نعم. العربي والسويدي والانجليزي. انا اقدم العمل باللغه العربيه، والفنان حسن هادي بالانجليزيه، والفنان باسم الباسم بالسويدي. انه مشغول هذه الايام بتقريب عرائضكم التي تهرعت من طول تململها في المخازن. لك بلورة. ها؟ لك بلورة. شو بالعربي؟ لك بلورة. طيب صعب جدا. يعني العمل المسرحي كلش صعب وكلش عميق وكلش بيه انفعالات نفسية مؤلم حقيقة، ويختلف تماما عن التلفزيون. وإذا تسألين ياها تحبين أكثر حقولش التلفزيون. طيب أسعدني هذا اللقاء هبة، ولقاء كان جميل، وأيضا فيه محطات متنوعة، يعني بالرغم انه عمرك لسه بعدك شابه، ولكن انتقلتي من جو الى جو، من بلد الى بلد. مستمعينا الكرام، في نهايه هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل للسيده هبه نبيل، الاعلاميه سابقا والفنانه المسرحيه حاليا. شكرا جزيلا، سعيده جدا بهذا اللقاء، وسعيده ب المستمعين، وتحياتي لهم، واكيد مشتاقه جدا لهم، وان شاء الله يعني تكون لي عوده للتلفزيون اكيد. يعني الله يخليك ان شاء الله.